أنا أرسم من عمري يعني يمكن حوالي 4 سنين بطريقة طبيعية. من عرفت يعني عمري وأنا على الكراريس وعلى الدفاتر حقة المدرسة دائما أرسم دائما. المسألة ما هي مسألة تفصيل، المسألة هي الصدف. يعني أنا لو كتبت 4-5 أغاني وفشلت وما ظهرت كان يمكن صرت رسام أنت عارف. بس إنه 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 يصدف إنك تكتب ثالث أو رابع نص مثل عاطني المحبة قديمة. هي قديمة، نتكلم يعني عن 68 ولا 69. ففجأة تنعرف أنت. تغنى هذا النص؟ تغنى هالنص، يعني غنى طال المداح. أتذكر أنا إنه شفت طال المداح ما كنت أعرفه زين يعني أنا، فعطيته النص. فهو ناظر وقال له والله أنا عندي مطربة اسمها هدى مداح، فيمكن والله أسويه لها. فطبيعي هذا كان مخيب أنا للأمل اللي بدي كان يغني لي طلال يعني. فما كان لي خيار إني أوافق. طيب، صدف إنه كان في عندنا مسرح التلفزيون لما كانت وسائل الإعلام تشجع، فقالوا له إنه في مسرح بعد أسبوع أو ذا. هو ما عنده شيء تعرف الصدفة. فكر قال لي والله عندنا هالغنية خلني غنيها مشي يعني تكمل العدد، بغني 4 أغاني ومنها هذه الأغنية ومنها لو. عطني المحبة كل المحبة، عطني الحياة. فغناها ونجحت، نجحت نجاح يعني ملفت يعني للنظر. فهي نعود للأسف لو ما نجحت الأغنية كان ممكن أتجه للرسم. فالإنسان دائما الصدف هي اللي تلقى.